طلبة وطالبات شهادة ثانوية القسمين العلمي والأدبي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة، وهي الحلقة الخامسة من الدرس الرابع من الوحدة الثالثة قاعدة Reported Questions، وهي الحلقة الأخيرة في هذه القاعدة. طبعا في هذه القاعدة فقط بالتأكيد، ما زلنا مستمرين معكم، نكمل بقية الأسئلة التي وردت في امتحانات نهائية سابقة في هذه القاعدة. What are you doing؟ She asked. أعطاني هنا سؤال بزمن المضارع المستمر. What are you doing؟ زمن مضارع مستمر. The correct reported speech of this question. يعني النقل الصحيح لهذا السؤال هو، هل نقول She asked what was I doing؟ أو She asked what I had been doing؟ أو She asked what I am doing؟ أو She asked what I was doing؟ بالتأكيد الصحيح هو الخيار الأخير. ليش؟ لأن هنا عندنا الفعل المساعد جاء قبل الفاعل، وهذا خطأ. هنا أعطاني I had been doing، هذا زمن يعتبر past perfect continuous، لا نحن المفروض نحوله إلى past continuous. وهنا قال لي I am doing، تمام، هو جاب لي هنا الآن بعد الفعل المساعد بعد الفاعل، لكن خلاها present continuous، وهذه خطأ. نحن عندنا present continuous نحوله إلى past continuous. الصحيح إذن هو شنو؟ I was doing. She asked what I was doing. الخيار الصحيح هو D. حولت من مضارع مستمر إلى ماضي مستمر مع تغيير الضمير من you إلى I، وأيضا تغيير ترتيب الجملة بحيث أنها تكون وكأنها جملة خبرية، ما تكونش يعني سؤال. نمشوا للسؤال آخر. Where has she been? I asked. يعني هي وين كانت؟ أنا سألت. The correct reported speech of this question is، يعني النقل الصحيح لهذا السؤال هو، هل نقول I asked where she had been، أو I asked where she was، أو I asked where had she been، أو I asked where has she been. طبعا هنا عندنا الزمن هنا شنو؟ عندنا present perfect، لأن هنا عندنا subject she، وعندنا هذه has تعتبر auxiliary verb، وعندنا been هي تصريف ثالث. فنحن عندنا مضارع تام، مضارع تام نحولوه إلى ماضي تام. ماضي تام بس يكون الترتيب ما يكونش يعني بترتيب السؤال، يكون ترتيب عادي، يعني معناها الفعل المساعد نخليه بعد الفعل، معناها نقول شنو؟ She had been. وهذه أفضل طريقة أنك أنت راهو تحل السؤال من السؤال نفسه بدون ما تنظر للخيارات، ممكن يلخبط شوية يعني. فأنت لما تحل هنا هتقول Where she had been، حولتها من مضارع تام إلى ماضي تام. بعدها لما تجي تشوف هنا هيقول لك I asked where she had been، هو هذا الخيار الصحيح. لأن الإخراج شنو قال لي هنا؟ I asked where she was، دارها بالماضي البسيط. هنا قال لي I asked where had she been، هنا حط الفعل المساعد قبل الفاعل، هذه غلط طبعا. هنا قال لي I asked where has she been، هنا خلاها present perfect مضارع تام، وكذلك الفعل المساعد قبل الفاعل. إذا الخيار الصحيح هو الخيار A، الإجابة A هي صحيحة. نمشوا للسؤال الآخر، السؤال الثامن. Do you know؟ I asked him، أنا سألته هل تعلم؟ هل تعرف؟ والسؤال طبعا في زمن شنو هنا؟ في زمن المضارع البسيط present simple، معناها لما بنحول حنحول إلى past simple، إلى ماضي بسيط. وأعطاني بداية الإجابة هنا I asked him if. طبعا درنا if ليش؟ لأن السؤال يبدأ بفعل مساعد. if he، لأن هي لأن السؤال موجه له هو. if he هنا يبين نكمل شنو الفعل، هل نقول has known، أو نقول know، أو نقول knows، أو نقول knew. طبعا نحن قلنا مضارع بسيط نحوله إلى ماضي بسيط. ماضي بسيط معناه ناخذ الفعل الماضي للفعل know اللي هو knew، اللي هو دي، اللي هو الخيار دي هو الصحيح. لأن هنا has known هذا يعتبر مضارع تام، know هذا فعل بصيغة المصدر يعني ما جيش أصلا مع هي. هنا knows ممكن تجي مع هي هذه knows، لكن هذه دارها لي مضارع بسيط وتجد خطأ، لأن أنا مضارع بسيط نحوله إلى ماضي بسيط. إذا الخيار الصحيح هو D. نمشوا إلى سؤال آخر. How long was the training؟ يعني كم كان فترة التدريب؟ How long هنا يسأل عن الفترة الزمنية. Was the training اللي هو التدريب. طبعا هنا ماضي بسيط، ماضي بسيط والفعل عندنا هو was،
ماضي بسيط الجملة اللي أمامنا هذه، والماضي البسيط نحن نحوله إلى شنو؟ نحوله إلى past perfect، إلى ماضي تام. فيقول لي هنا the reported question is، السؤال المنقول هو، هل نقول I asked him how long the training had been، أو I asked him how long had the training was، أو I asked him how long had the training been، أو I asked him how long was the training. بالنسبة للخيار بي، طبعا هو حط هنا الفعل المساعد قبل الفاعل، وبعدين أصلا الماضي التام ما نديرش was، المفروض ندير been بالتصريف الثالث. هنا كذلك حط لي had قبل التريننج، had المفروض تكون بعد، وهنا دار لي been بالتصريف الثالث، يعني عندي had وعندي been لكن الترتيب غير صحيح. المفروض نقول the training had been، وهنا قال لي was the training، خلاها ماضي بسيط زي ما هي. إذا الخيار الصحيح هو A اللي هو I asked him how long the training had been. هذا يعتبر ماضي تام وترتيبها ترتيب جملة عادية كأنها مش سؤال يعني. إذا الخيار الصحيح هو A. إن شاء الله يكون الشرح واضح، وال يعني البداية من الأول يعني حتفهم تركيبة السؤال، الأسئلة المباشرة، وبعدين كيف نبدأ نحول فيهن. اتبع الشرح من الحلقات الأولى، إن شاء الله يكون سهل. يعني آخر سؤال في هذه القاعدة في هذه الحلقة، do you know، هو مر علينا السؤال هذا نفسه. يعني the reported question is، عندنا هنا مضارع بسيط يبدأ بفعل مساعد، معناه أنه بنستخدمه if، الجمل كلن فيهن if، تمام باهي. حنقول I asked him، أنا سألته، if he، ما دام أنا سألته هو معناه يو غير لا هي، باهي. نحن مضارع بسيط نحولوه إلى ماضي بسيط، معناها ناخذ الفعل الماضي للفعل نو اللي هو نيو. نجيب بحث أنا يقول لي if he نو، لا خطأ، if he نيو هو هذا الخيار الصحيح، لأن هنا قال لي if he had known دار لي ماضي تام، هنا if he has known دار لي مضارع تام، وهذين الاثنين خطأ. بالتأكيد الصحيح هو الخيار ب، لأن نحول المضارع البسيط إلى ماضي بسيط. هيك نكون انتهينا من هذه الأسئلة، أسئلة هذه القاعدة اللي هي reported questions. إن شاء الله مستمرين معكم في الحلقات القادمة، نستمر في شرح بقية القواعد وكيف جت الأسئلة عليها في امتحانات نهائية سابقة. شكرا جزيلا للمتابعة والمشاهدة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. تقبلوا تحياتي الأستاذ فرج بومطيرك.